تساعدني بحاجة خلاص رفت. بشكر آخر واحد اللي قرفني أكتر شيء، ما بدي حدا. صرنا مجلس شورى ليل، إذا عديت المليارين مسلم ما بيطلعوا 20. هلأ بسبب الإعلام صار في أحلى يعني، بس على أيام الحبيب محمد قال له لا يعرفنا إلا الله يا علي. نعم وقت المسيح. هلأ نعم ما لقينا بعد أي مرشد عربي مسلم، معلش منا بحاجة، عنا الكتاب خير جليس وعنا صديق ما قال مرشد. أجانب موجود، أي بلد بتفوت ما في عرب ومسلمين فيه للأسف. إنه يلي بالإسلام إجا التوحيد وإجا الصوفية وأهل الذكر، ولكن شرق وغرب فتنا بأخلاق وبعلم. هلأ وعنا بالهضب والواوا، ورح نضل أقل شيء 300 سنة بدمار شامل. بعد دمار شامل بيبقى حوالي 10% من الناس، حوالي 300 سنة بعذاب. وبعدين رو كتاب Beyond Dimensions لميتشو، شايف الرؤية واضحة وحكيها. أنا بخاف أقعد حده لأنه دغري بيقول أمتى بتموت وكيف، منه أقل من أي مستنير يعني، لا تقولوا نبي وهيك مستنير. خلص مضوى أنديله وعم بيقدر يشوف نور مع نور، بيقعدوا حد بعضهم ما في كلام، مثل الأم بس مع الطفل ما في كلام، فاهمين على بعضهم، هو فاهم عليها. بس إذا كانت من أمات اليوم يلي لو عم بتربي عم بتفتش هون وهون عم بتطلع، بيترك الحلمة بيتطلع فيها بصير يصرخ ولو ما أنا معك يعني، بس ما حدا عم بيفهم على الأطفال أبدا. ما بقى في أم ما في بي، ما بقى في إنسان يا أخوتي، يا أشبه النساء ويا أشبه الرجال ويا أشبه كلنا من الشبه واحد من الجذور، ما في شبه. فإذا وقت بتواجهه أي كلمة موت، الحمد لله الموت أكبر رحمة نزلت. كتاب بفتكر رحمة عندي هون تقروا فيه، ولا بتقولوا الرحمة. كيف أتخطى الخوف؟ واجه الخوف، إن خفتم من شيء فادخلوا فيه. الإنسان الذي لا يزال على الفطرة يكون أقل خوفا من الإنسان المتدين الذي يعيش الخوف والذنب والعقاب والحرمان من الجنة وإلى ما هنالك من تفاسير عن النار والنور. حتى في زمن المسيح عندما كان في أشد أيامه وساعات محنته، كانوا تلاميذ يسألون من سيكون معك في السماء، كان كلها من المقاعد والسلطة في الأرض وفي السماء. طبعا اعترفوا وأقروا بأن يسوع هو الأقرب إلى الله، ولكن من منهم سيكون الأقرب إلى يسوع؟ يسوع عم بموت ومين بده يقعد حدك؟ انت حد بيك فهمنا، بس حدك مين بده يكون؟ انت بتكون الرئيس، مين بده يكون رئيس الحكومه؟ مين بده يكون الوزير؟ مين بده يكون هيك؟ انا اي وزاره بدي اخذ فوق بالسماء؟ وزيره وهيك، وزاره وزاره. هيدا همنا، هيدا اهل الدنيا، ولكن الدنيا منا وطن، الوطن هو الاخره. هون بيتون وبطن وتحت البطن. انت شو بدك؟ انا انعزلت من زمان، أول صفحة قريتها أجتني صفعة، وفت كل جماعات عم بعيشها، وفكرت بس أرجع أقوم مثل العرب بدنا نعمل جماعة. الملايين انصرفت على الحجر، ما لقيت ولا بشر، وخبرتكم من هو ورجع أمريكا. وبارح بعت لي مكتوب إيميل بيقول لي مريم ما بقي لي شي لبنان أو العرب أبدا ولا أهلي، أنا هون وأنت معي يا حبيب قلبي. وين في هيك إنسان بأمة العرب؟ نادرا. نحن قليل بلبنان، وإذا بقيت هون ما بعرف، برا كتار كتير، وبرا كلهم بيسألوا مريم جيبيلنا الإسلام بالعربي لو ما منفهم. We just want to listen to the sounds يا حبيبي. طبعا قال له الإسلام بدي أنسبه نسبة لم ينسبها أحد قبلي. الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل. والإسلام قول وعمل. ما هو قولي؟
ما هو عملي؟ ما هي نيتي وديتي وفديتي؟ علي أن أرحم نفسي أولا وأن أتعرف عليها وأغرف من هذا النبع الإلهي وأغور وأفور وأشارك الجار في الجنة وفي النار. وهذا هو القرار الذي اختاره القلب الذاكر في الدنيا وفي الآخرة، ومعا سنبقى في حسن الجوار على سرر متقابلة، نستقبل الحق بالحق والنور بالنور مدى الدهر برحمتك يا أرحم الراحمين. هل أرمنية عم تكتبون؟ لا، هيدا جسدي أرمني باسبور. يعني كل كتاب يا حبيبي أنا بكتب ما بقعد بقرأ، بعطيه لحدا بيعرف عربي، بس برجع بلاقي غلطات كتير، بقولي الله ما بحك جلدك غير ضفرك. برجع بترك الغلطات اللي فيهم، ما عندي صرف ونحو، أنا عندي حذف ومحو. هالحذف والمحو بحط الكلمات مثل إيزي زد إي، مين قال بدي أكتبها مثل ما أني بده؟ باللغة الإنجليزية عندي لغة خاصة، وباللغة العربية عندي لغة خاصة ما إلا عليها. بس بحب يلي بيعرف اللغة إنه إذا لقى غلطة تكون قرآنياً أو إسلامياً أحلى ما يهبه بني جهل. مشان هيك صرت خاف أحكي عربي أو أكتب بالعربي. سنهدر دمك مع الحجاج أنت. مشان هيك برا أول ما قالوا لي بريطانيا، قال لي كوني على بشور إنه نو عربس إنه مسلمس رح يكونوا معي أحكي عن الإسلام، لأنه الأمير تشارلز بعد ما تعرفت على مرته وعطيتها كتب وصارت تقرأ عن الصوفية وهيك، فتحت هي الكلينيك وهو كمان، وقال لي هذا لألك. كان حدنا كرم الخط الصوفي والصوفية. الصوفية هن أهل الذكر، نعزتهم من شيء قال الحبيب اسألوا أهل الذكر، يعني سلمان الفارسي. فإذا نرجع نشوف أنه ما في دين، كل هالمذاهب وكل هالطوائف كلها مثل شعر راسي، وكل شعرة من هالجسد، كلنا موصولين بهالواحد الأحد. وجيت الرحمة وقالت ارحموا من في الأرض، أنا بحب هالأصبع أنت بتحب هالأصبع أنت، كلنا موصولين، قاعدين نختلف على الأواني. فوتوا بالمعاني وما بدك ولا أواني ولا معاني، ما أنا إلا بشر مثلكم، كل واحد محمد، وكل امرأة زينب أو فاطمة أو خديجة أو مريم. ولكن بدنا نشتغل حتى نشوف هالخوف، خوف من الموت، عيش مع الجميع وحفور أبراك يا حبيب قلبي. أنا هيك كنت منح عندي هالرؤية هالحلم إنه أحفر قبري هيك وأنكش وأزرعه، لأنه برا كل واحد منا بيحفر قبره ببيته اسمه المقابر لاما فاونديشن، وبتندفن مطرح ما بتتكفن أنت، بتندفن يعني بتهتم بجسدك وبتحطه. وطالما أنك عارف ما في موت، يعني أخذ معك سروة، هالسروة اللي أخذها بتفوت على عرش فيها، بتلاقي في ناس سابينك هونيك، بتكون تعرفت عليهم على المنازل كلها، out of body experience، إسراء ومعراج، بتخترق بدون ما تحترق. ولكن الدنيا هي كل همنا. بدي عم بتطلع بالشهر ولك هيدا سرق مليونين، هيداك سرق مليارين، لك يا خي ما بقى عندكم غير هالحديث في لبنان، قديش حق البندورة وقديش حق الغيار وقديش فاتورة الكهرباء وقديش فاتورة المي، وقديش سرق هيدا عون وقديش سرق هيداك مدري مين، وقديش هيدا عوني وهيدا بوني وصهروا وكانوا كل الحرامية وكذابين، ولا هيدا سرقوا هيدا. فإذا انعزلوا عن هالناس، مطرح اللي بدي روح بقول إن شاء الله إذا بتعملوا أي مركز. أنا ما بسأل النيو تي في وقت بدي أعمل شيء أبدا، هيدا لنا التلفزيون لكل المشاهدين. إذا بلبنان فينا نعمل دار مكتبة، دار نشر، أو مطرح يجي الواحد مثل ما برا في كتير مكتبات وفيها ترويقة أو غدا وعشاء، في بار وفي أكل جوا هونيك. عفيك أنا ما بقدر أحكي واحد قاعد ورا الكاميرا يعمل هيك، خلص مني هون بشد انتبه دغري وقفه. بشكرك. فإذا كل مرة أي إنسان بلبنان وبشت وبروح، مشان هيك قلت لهم ما بدي أطلع ولا التلفزيون، بدي واحد أرقص أنا وياه، بس ما حد رح يفهم علي. قالوا لي معكم الحق، هالملايين اللي شفتون من البشر أموات كلكم، بعدنا اندفنتوا، لو بتقطعوا نفس أحلى. إذا في شي واحد إنسان بني آدم بلبنان بيفتح مطرح يجي الواحد يقرأ وياكل وبندفع، ترطب الصرمية ما في
واحد عم بيعلي، واحد عم بيهز بإجره، واحد عم بيحكي، ما بدي هنا. هو منهم بهالمستوى بعد ما ماتوا وبعد ما عم يتنفسوا. في لهم مصح يروحوا. بنعمل تلفزيون، بنعمل هيك، بدي بشر يا أخوتي، معنا كل المال. بس ما لقيت بشر. بنيت حجر وشجر وطلعوا مات. بدي بشر. كل يوم بس أطلع من البيت بنقول بعد في تلفزيون، بعد بدي روح. ما في شيء جديد يعني اللي عم بيقوله رح استفرغ. دخيلك ضل يحكي نبرق روح. ما برد على التليفون، ما فيني قلكم شو وقع بيتلفنوا، بسكر بس عم فيش. ما برد، ماني عايزتكم. انت بدك الجبل، طلع. ما فيني اطلع من البيت وين ما رحلت. اي مطعم واغلى مطعم بلبنان بتفوت عم بتطرطق بسرميتها وجايبه معها الرجال، وهي عم بتهز وهو عم بهز وبدخن سيجار. ما في منهم برا هو ولا باي بلد الا هون وبامه العرب. ممنوع بكندا بالبيسمنت، ممنوع تدخن. ممنوع مش بالسياره، بالبيسمنت بالابو بكبوا السيجاره. دخ برا بالعرب كل هالتيب وكل هالوثيقة والقرف عند العرب. كل التيب بلبنان، كل الصرامة، كل الحفاظات، كل الأدوية كلها ملغومة. بس العربي ما بيقرأ. الكتب ملغومة. وزير الصحة عنا بيجرب ما بيطلع بإيدك شي قيه، لأنه بتلف الأم عز ولزل اللي أكبر منك بتهزله يهون هيك بيروح شو هيك بينضيله. في أطباء كتير مع شهادات منا دارسة طب، دفعوا ملايين والله عمل ابنه دكتور لأنه عربي ومعه مصاري. وهني هيك لو ما الجامعة مرتي مثله ما عملتها، لأنه أنا أمه للحكيم. أنت أمه، قلت لي يا خيتي هالحكيم الحمار الجحش ما قالوا اسمه لي. نسيت ابنه بدل لقب ابني. لا هذا ابني الحكيم، أنا أمه للحكيم، أنا بيه للحكيم. هو حيوانات، مع احترامي للحيوان، مع احترامي للحيوان. ما فينا بقى ابدا، ما بقى عندي اي دقيقه ضيعها مع الاموات. هيدا السبب، اللهم عجل الدمار الشامل ويقشنا كلنا بني العرب. قال محمد سياتي زمان، واجا كل العلامات الساعه خلصنا من هون. بس ليش عم بتطول؟ ما بعرف. كل يوم فتح عيونه وبعدنا هون، بعدنا هون، بعده مطول باله علينا. فإذا شوفوا وين بدكم تروحوا، وأنا أصلاً ما عم بحكي لحدا، والله ما شايفة حدا بهالأمة. لقلي البرنامج بسمعه أنا ومحمد وكم واحد هيك، ما بدنا حدا. وعنا الموقع بيت الله وحده بكفي، خلصنا. اللي بيعرف يفوت على بيت الله برا بفوت عليه جوا. حتى كيلاني وفي شيء بعد 100 سنة كلنا منموت، بيروح الوجود؟ لا، بيرتاح منا. فإذا شو بدك تروح؟ كيف؟ وين بدك تروح؟ انت بتعرف. لما تسألوني انا بدي اتسلى وحدة البرنامج لإلي، مش شايفتكم اصلا كلكم اموات بس بعد ما اندفنتوا. انا عم بحكي لحالي. في واحد عمل صرميه، مين اشتراها اول شيء؟ اللي بلا بهله. فيش واحد بلا بهله؟ بلا. واحد مزارع اخذها قال له انا بحياتي ما لبست صرميه، وراح خليك تعرف انه اللي عم تعملها هي وتلبسها للناس رح تنشر فيهم مرض. قال له كيف؟ قال له اجا واحد وحط لها للفرس ومرضت الفرس. مزارع وين فاتت؟ على أمة العرب. فإذا أمة الجرب، شوفوا هالحيوان مع احترامي. تيلمه مصاري على صورته هيك. طبعا هذا عربي ومسلم. هيدا نحن. فات فينا الفساد الاساسي من 200 سنه، عملوا هالمؤامره علينا وقال لهم هتلر، قال لهم اللي بعدهم احياء. بس العلي منا باليهود يا اخوتي، العلي منا بالقتل، انه اذا قتلنا كل المسلمين حلت. لو قتلتوا كل الكرة الأرضية انحلت؟ لا، الحال بالعقل مش بالقتل، مش بالقتل.
هودي بيسمون معاقين، أنا المعاق. إجوا تشيلوا هالشجرة، كانت فرختان صارت ملزقة بالأرض، وهون ملزقة. إجا طي قصة معه ابنه ما بيحكي ومعاق، نكز بيه وقال له، البي بيفهم مع ابنه، مين المعاق؟ بالجسد؟ الإعاقة إجت بالسجد. ما عندنا ولا عربي قدر يعمل أي اختراع، وإذا فكر شي واحد ورح يعمل سيارة هيك لأنه مسلم حدا بيسانده؟ لا. في شي رئيس، في شي حاكم، في شي إنسان بهالأمة العربية اللي حامل هالمليارات والزليارات، في شي واحد دعم حدا إنسان عربي مسلم مثلك يا خي بفوت على المسجد؟ ما حدا. مين بيدعمه؟ هضق واوا، بوس الواوا، مص الواوا، حس بالواوا. أنت بدك تشبع من هالواوا، أنت بدك تفوت على سر الواو. مشان هيك كل واحد عنده قرآن ببيته أنت غشيم وبهلة، لأنه مكتوب بالعربي وبالعدد السنسكريتي. رح أقول لك إياها بإجري لأني أفهم منك إجري. بدك مليون سنة تصير قد هالإجر تفهم. هاي إجر اليمين وإجر الشمال. بإجر اليمين بتروح طاقة هاي إيدك إلى العلم، بلا هاي ما عندك، هاي طاقة صعود. فإذا وقت اللي بتكتب عربي فت بالعلم وصعدت فيها فيرتيكال، أمكم الأرض وعمتكم النخلة. بالإجر الثاني بتروح على الحكمة، هيدي علم وصعود، العلم محدود والصعود بيكون محدود بالعلم. مشان هيك قال المسيح لتكن مشيئتك وتزد لك وين. عند العلم راح درس بالهند 18 سنة وعلم الحكمة هون بلبنان. فإذا وقت اللي بيعطيك قرآن مكتوب بالعربي، واحد اثنين ثلاثة أربعة هندي سنسكريتي، ما بقى عندك حكمة أبدا. مشان هيك العرب ماتت الحكمة، ومن طلب الحكمة ما بقى في يطلب الحكمة، لأنه هيدا الباب مسكر. فإذا كل واحد منا بده يشوف، ما تخلوا بوابكم مسكرة، انتبهوا. كلنا بتسكر الباب، الباب مسكته من جوا، افتحها. وبتخاف انه ما يكون عندك حدا، بدي يعني اهلي وامي، لا امك ولا بيك ولا جوزك، ما حدا، كذابين كلكم بما فيهم مريم. انا ما بحب حدا، اذا بقلكم بحب حدا كذابه، بحب نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم نفسي، طاين قطع نفسي، كلهم كذابين. اولهم بنتي واخوتي، قال خيي هذا من بيي وامي مات بأمريكا، جابوا التراب تيدفنوه بحلتا. لا يا خي بحلتا، لأن عنده خي من بيه بحلتا. لو ما معك مصاري ما حدا حبك. عاش معي بأمريكا، شفته ميت ومريض بيحسب. كل أخوتي هيك بيسمون أخوتي بالورقة، ما حدا. عندي خي بعده بأمريكا بيكتب لي دير ماني، بده يقول لي هاني. لك وين عقليته؟ بيخبرني كم مليون خسرهم. فإذا ما عندي حدا، بحب نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم أخي. قالوا له كيف؟ قال لهم أخي بالروح، هول بيموتوا. طلعت عدومة ميتين كلهم، مطرح ما جسمي خلي أموات، يعني يا محلى سترينج تفع هاي فوهبة، هديك سترينج من ورا هوديك سترينج من قدام. قلت له يا أبونا شو هي؟ وأبونا قال لي ما فيني غيرهم، لأن أنت بدك ما عندك كلمة تغيرهم فيها. رفيقي وخيي بالروح ميشيل إسحاق خلق بيدو، ما أجمل بيت بلبنان عنده. قال لي ما بدنا نبيعه أنا وخيي، بقى نعمل صدقة يا حبيب قلبي. بس طلع دوما قال لي أنا غريب بدوما، كيف تعيش هيك؟ ما عم نلاقي ناس بشر. إداك تعطينا، بس يقول لي إداك تعطينا خلاص بعطيه ضربة. ما في
بيت حلو كتير بيوقع. قلت له ما رح نلاقي بشر ونفتح مركز يجوا الناس فيه يعيشوا بسلام ويموتوا بسلام. قلت له ما تأمل، رايح على كندا وبيعه لتعطيه لحدا ما بيستاهله، ما في بشر، في حجر، اهتمامنا بالحجر. سو في أمل بسلام بالأمة العربية قريبا، كبسة جديدة هيك صغيرة تك من إيران وعلي على أعدائي يا رب، اللهم عجل بالدمار الشامل، ما في حل غير هيك. فإذا بموضوع يلي اليوم عم نحكي فيه عن الموت، كل واحد منا الموت ما عنده عمر يا خيي، ولا عنده زمن ولا عنده وقت ولا عنده مرض. في كتير مريض وعاش كتير وفي نامه ومقامه ماشي على الطريق. تتذكر وقت الواحد فات على قهوة وشاف في إنسان حلو كتير هوني، قال له هيئتك غريب عنا يعني، جديد ضيف جديد بهالضيعة، فيني أسقيك على حسابي فنجان قهوة؟ قال له بالأول سألني أنا مين، قال له مينك، قال له ملك الموت، شو جاي تعمل؟ قال له في واحد بدي أخده بعد في 10 دقايق قلت بشرب فنجان قهوة. قال له بتقلي أنا قبل ما أموت بثلاث أيام؟ قال له إيه. بعد مدة اجى على البيت لعنده، قال له جاي تعمل عنا بالضيعة؟ قال له اختك انت. قال له ما في بيني وبينك كونترا عقد. قال له ايه من قبل 3 ايام ما شفت هالمرة اللي فطست، ما شفت هالدفن ماشي جنازة، ما شفت الولد خبصته سيارة، وتعال شوفه بلبنان قديش في خبصة وخبصة وخبيصة. قال له ايه. قال له شو بدك اجي شخصيا؟ جيت ما فيك ابدا، بس تاخذ بعد تخلص البرنامج تشوف شو برنامج مريم نور اليوم. امبارح جارنا عم بيقول لي طيب عم جرب ارجع ما خلي شيء بالبيت. قال لي طيب لمين عم تعطيهم؟ قلت له اللي بشوفه. بقول له خذهم هيك، عملت اكثر من بيت افرشه بعدين كل هالتياب وكلهم. انا بسافر كثير هيك بايدي يعني مش بشنطه، مطرح ما رايحه في بيت ومعي ثيابي لبسته، عارفه انه ما رح يتركني يعني، اذا تركني بكون هيك هالبلد اللي بتضل فيها يعني. تعجب انه ما في اللي انه انا بخدهم هيدا، قلت لا لا لا. اجا جورج قلت له خدهم اعطيهم قبل ما انت تروح على القبر، يعني بيستاهل ما بيستاهل يعني، بضلني بقول هيدا بيستاهل هيدا بيستحق، بس مثل ما قلنا انه انا عم بعطيهم لنفسي ثم نفسي ثم نفسي. ما لقيت بأمة العرب جماعة، مع الجماعة إذا بتعيشوا مرة مع الجماعة بتشوفوا، يبقى عنا سيارة واحدة، ما حدا بيقول مين حط بنزين مين ما حط بنزين، بتاخد مفتاح ما فيها بنزين بتحط وبتجي، ما بتقول أنا حطيت بنزين. بروح لعن ناس بيعطيني مليون دولار أو دولار بحطه الصندوق ومدة تشيك لأهل البيت. في كم صرمية برا إذا قمنا الصبح وما لقيناه من الضحك، بكون حدا إجا أخده، بيروح واحد بيعرف قياسنا بجيب لنا صرامة بحط. مين بتجيبوا مصاري؟ في جرور بتفتح وبتاخد، ما حدا بيسألك شو أخدت وشو حطيت، حدا بيسأل للتاني أبدا. ولا مرة فتحنا الصندوق ما لقينا مصاري. أنا بأمريكا كنت حاطة صينية برا ليل نهار، أو بتحط أو بتشيل، ولا مرة طلعنا الصبح وما في مصاري. وإذا قليل نادرا ما في، نعرف إنه رح تجي، ما حدا بيسأل يعني، شت الدنيا وفي أكل، وإذا ما أكلنا ممكن ما لازم ناكل. القوة كانت بالإنسان، مين ما بيجي يحس إنه ما رح يموت هون، وإذا في موت منو موت. كتار اللي بيجوا على بيت مريم بيقولوا لي شو هي اللي منشوفه هون؟ بقول له اللي أنت شفته هيدا أنا، هيدي ريفليكشن من أفكارك أنا. طيب ليش مش دايما بشوفها؟ ليش بس عندك؟ لأنه بالبيت الفكر بيوقف عندك أكتر، الناس اللي بتجي بيوقف الفكر نو مايند. وقت ما في فكر ما بقى في شيطان، بتشوف الحقيقة، بتشوف بشارة، هالبشارة إشارة، هالإشارة بتقلك. بفيلم جورج جيرجيف
وقت اجى الشيخ ليعزي اميره ايسر روسيا بموتة مرته وابنه، اجته اشاره للايسر، راح الشيخ، راح عرف، ترك كل الحكم وقال عرفت عشان عم فتش. ما قال له الشيخ كن مسلم او تعال على المسجد، لانه الاشاره تجي من كل بشاره، من كل شجره، من كل طير، كله نور من نور، اله من اله، اذا انت حاضر تشوفها. قبل كل هالمساجد، قبل كل هالبيوت، قبل كل هالشي، وين كنت؟ سو مطرح ما بيكون في عندك حضرة، ولا مرة بالحضرة حدا منا الشيخ هو بيروح على الإعلام، كلنا بنروح لعنده. خبرتكم عندي محطة بأمريكا شانل 8، نحن نروح لعند أي مرشد يحكي بأي لغة، ما منترجم أبداً، بتحس فيه لو ما فهمت اللغة. مشان هيك بالكنيسة بتلاقي الخوري بيقول كلام الجوهري بلغة سريانية أو عبرية أو أي كلام ما نفهمه. وقت ما بتفهم ساعتها بيجي الفهم، بيجي الحدس، بس راح العلم. الخوري ما بيشرح أبدا. أنا في كم خوري بلبنان عطيتهم كتب لأوشو وهيك، واحد منهم أجرع من غيرهم، قال لي هيدا خطر، يعني إذا المسيحيين عرفوا اللي عم تعرفيه ما بيفوتوا على الكنيسة، ما بقى في كنيسة، ما بقى في مسجد، ما بقى في هيك. قلت له أنت ضده؟ قال لي إيه، يعني لازم يكون في سلطة تضل تحط هالناس مع بعضهم، إنه يعني تعملنا خوريف وحمير مع بعضنا، يعني ممنوع نوعة لازم نضل معي. قال لي أنت مميزة يعني بس خطرة. دايما الفطرة خطرة، دايما بدي اياك تكون عم بتعوي يعني مع هالكليب، احترامي للكليب دايما، يعني صرنا نحنا تتذكروا، ما بعرف بأي وقت من شي شهرين ثلاثة هبوا انه يعني شيلوا هالفلومة يعني اللي بتحطوها ضد المسيح. منيح انا بشكر التلفزيونات اللي اعتذرت وشالتهم، يعني بلبنان على نار عايشين، مسلم مسيحي سني شيعي 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 سني مزادك، عايشين على نار، وهالنار رح ينفجر يعني اذا مش بعين الرمانة من القلوب المليانة. ما ممكن يعني بده يطلع الانفجار اذا ما كبرت ما بتصغر، اذا ما انفجرت ما منشوف. وقت اللي زتينا الامبلة على نيجازاكا وهوراشيما ومراشيما ونزازاكي وفزا، شو عملنا؟ بعدها موجودة. ترومن قالوا له كيف نمت؟ قال له نمت مرتاح، لأنه يعني عرفنا أنه نجحت العملية والاختراع. مين دفع الثمن؟ كلنا. ألفريد نوبل أول واحد قال له أنا كنت عم بعملها للخير، بس بالإسلام بمحمد شخصيا من عمل مثقال ذرة خير أو ذرة شر فيكن تعملوها، بس مين عم بيدفع الثمن؟ إذا كنت قوي بتعيش بين الناس، أنا مش قوية أبدا. كل وسائل الإعلام عملت لهم ديليت وبلوك، ماشي. قلت له مين بدي يحاورني؟ كل واحد بيقول لي طلع التلفزيون، مين بدي يحاورني؟ أنت ما بتحاورني عن النور؟ مو نعلق بالوسكوت يعني هون مو نعليهم يعني، وما فيني لكم ولا برا لا، بس اهل البيت بمون اهل البيت كلهم، ما في شيء، ما بيعرف يسال، بيقطش الناس. انا وقت بستضيف بترك له الوقت، بنكون اثنين عم نتناغم، ما في تناغم هونيك، في بيبقى حاطط جرافات، ما لي علاقه هالجرافات، هودي الدكتور كمان على ولقيت بك تتناغم بالالوان مثل الطبيعه، او الاطفال بتشخ تحتها والكبار ما عندهم الفين، بس تبين هيك وهو لبس اسود او اخضر وما له علاقه. كالور ثيرابي اوس الاداء، الطبيعه كلها فيها تناغم، بس لانه هو دق وطار وتعلم مرشيده وحطها. انا بس قلت لي مرته مره، قالت لي عن جوزها هو الدكتور، قلت لها هي بيقرا بك الدق وطار؟ قالت لي جوزي. قلت له شيل الالقاب، قال لي معك حق. مش هناك ما رح تشفي لجوزها، شايفته الدكتور، ما شايفته جوزها، ما شايفته محمد. قلت لها اسمه محمد بتسميه دق وطار؟ قلت له هاي مرتك ما رح تشفيك ولا وليدها، انت كل اللي عالجتهم غلط، هذا جسدك على جسدك عليك حق، ارجع الى نبيك.
أو بدك تموت موت بسلام يعني die in peace not in pieces. مش عسليلة من المستشفى بتروح على المستشفى وبيعطيك أدوية ولخي ما أنت مرض من الأدوية. أوقات عند الضرورة الدواء بضر بس ما في غير it's the best choice. بتكون السكين بإيد الآدمي الطبيب الجراح ما بتقتل بس بهالجراحين أكثريته. خبرت وحدة صاحبتي فات على المستشفى قالوا لكم كلكم بدكم تعملوا عملية لمنخيرة قالوا لا بالقلب بدل ما يفوتوها فوتوها هان مستشفى مهم مهم مهم. قالت لهم ما ربنوا صاحبتي قالوا لا نحن كلنا عندنا صيانة وحصانة وهيك علماء الدين وكلنا كله عندنا صيانة وحصانة ونحن الزعماء. دايما الراعي هيك بيتحكم بالخروف بيقولوا لك الخروف ليك إذا شفت في خروف عم يندبح انت ما رح ندبحك انتبهت؟ قالوا هاي كل الخواريف مدام يعني هيداكي ما زبطت العملية معه مش بسببنا نحنا بسبب انه كان متطور يعني عم بيموت قلنا منجرب بس انت يعني 20% اكيدين انه ما عندك موت 20% كان عنده مدام صحيح جوزك مات بس العملية اللي عملناها لتمه 150 سنة بضل يبتسم بالقبر ومثلي دكتور. نحن عنا جهل بدنا الطبيب يحبلها والطبيب يخلفها والطبيب يطرحها والطبيب يعمل لها ستتسكوب متسكوب ويخريها ما عم فيها تطلع معدتها بيحط لها نربيش ونربيش منها 72 طبيب مع أسميه 72 طبيب شايفت قال هالشهرين وبتركض من واحد لواحد عندها إنشورنس كلهم 99 عندهم جهل وفي منهم واحد صادق هيك يعني الكذب من غيره قال لي 80% من العمليات اللي بعملهم بهالمستشفى حدنا بالأشرفية مشان مصاري. ليش ما بتترك؟ قال لي كيف بدي اعيش؟ هيدي عيشة؟ بقول لك بدي لاقي لك شي صورة بس تفرجيك كيف بدك تعيش. هيدي عيشة، إذا بتقعد هيك هون وبسكروك أنت وأولادك وبحطوك بشي صندوقة أحلى من هالعيشة، أنت طبيب إيدك ميتة مثل هاي، ما تسلموا على إيدين الأموات.